يا دي اللي ميني بهلاك. خير ان شاء الله. خليكم انا بفتح. بونسوار. بونسوار يا ابني، تفضل. رمزي؟ رمزي ديب؟ ميرسي. بونسوار. رمزي ديب. يا هلا بتشرفنا، تفضل. شو بدي اعمل؟ يا هلا استاذ. صار جيتك بوقت متأخر. فوت يا ابني فوت. تفضل. بونسوار. بونسوار. بونسوار دليل. كيفك دليلة؟ نعم. كيفك غدا؟ هاي رمزي، كيفك جو؟ ماشي الحال، انت كيف؟ بونسوار مدام. بونسوار. امي خيي وليد غدا بتعرفها، هول نصهم وبعد في نصهم نايمين بالاوضه. بالاذن فوت ودي البطاطا وغسل ايدي وبجي. تشرفنا. نعتذر مره ثانيه جيت بوقت متاخر. اهلا وسهلا فيك. إذا بدك تحكي مع دليدا فينا ننسحب. أنا مش جاي أحكي بس مع دليدا، أنا جاي أحكي معك. معي أنا؟ مع كل العائلة. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. موظف عندك؟ لك طلع موظف صغير عندي. هلأ بيّا للست دليدا المليونير طلع موظف صغير عندنا بالشركة؟ لك إيه، موظف صغير عندي، معاشه ما بكفي لآخر الشهر، عنده 7-8 ولاد. طيب وكيف دليدا عم تتعلم عنا بالجامعة؟ منحة. منحة؟ لا ما بصدق. هلا هيدي اللي شايفة حالها علينا على أساس جمال ومال، طلعت عم تتعلم بمنحة؟ ولك إيه يا بابي، هي شوي شاطرة عطوها منحة. وبتشتغل بمطعم بالليل، تطلع شوية مصاريف. تشتغل بمطعم كمان؟ وبالليل؟ بابي هيك بيي خبرني. كلهم صدقوها إلا أنا. من الأول عرفت إنها وحدة كذابة. من تيابها، من شكلها. حتى ما معها سيارة، ما بتظهر ولا بتسهر. ولك جماعة معترين. ايه بس هي مش معترة بابي، هي وحدة كذابة ومأزية، أكبر كذابة شايفتها بحياتي. هلا رامي قال لي إنه بيا مش مليونير، بس ما قال لي لهالدرجة معترين. بابي وين ساكنين؟ لك بحي شعبي فقير، قاعدين 7-8 ولاد وأمهم وبيهم. لا. أهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، تفضل. يا بشو جايين نعزبكم بالوقت. اهلا وسهلا. ميرسي كل الزين. دوميت. شكرا بديع، ميرسي. شرفتونا يا اهلا وسهلا. شو نعمي؟ أنا ودليدا تعرفنا على بعضنا من فترة، وأول ما شفتها ارتحت لها وحسيت فيها. ما رح طول عليك، بصراحة أنا مغروم فيها وبحبها. رمزي شوف يا ابني، أنا ما عندي شك إنه بتحبها لدليدا، بس أنت وين وهي وين؟ أنت مطرب مشهور وعندك عالمك الخاص، وهي بنت عادية على ما هو جامعتها وأهلها وأصحابها. شو نعم، أنا فهمين عليك. يعني إذا بحط حالي محلك وتيجي بنتي مثلا تقلي مغرومة فنان، إنه أول شيء بيخطر عبالي إنه هو حياتهم ليل وسهر ونسوان، وهيدا حقك. بس صدقني هذا الجو كله أنا بعيد عنه. أنا شخص بيتوتي كتير وما عندي هالأجواء كلها. يعني مش طالب منك إنك تصدقني، بس يسوى تعطينا فرصة نظهر مع بعضنا قدامك قدام عيونك، ويمكن نتفق يمكن ما نتفق، يعني هذا شيء نصيب. بس هذا اللي بتمني عليك. أنا مش طالب منك جواب هلأ، خد وقتك فكر. بس شغلي وحدي بدي إياك تعرفها تتأكد منها، أنا عن جد مغروم بدريدة وبحبها عن جد. يلا بالإذن. خليك بعد شوي. لا ما عليك، تأخر الوقت، لازم أمشي. سؤال دليدا، تبقى ردي على تليفونك، بحب اسمع صوتك من وقت لوقت. يلا بالإذن. باي.
مي والله انا ما قلت له يجي ولا حتى عم رد على تليفوناته ولا شيء مثل ما سمعت. بعرف يا بيي بعرف. شو رايك كبديع باللي صار؟ رأي رأيك يا دومت. هون هون اجا لهون. ايه كان قاعد هون محل تريز هون. ايه شو عم تحكي؟ والله ما لك صاحب يا بديعة، ولو بدل ما تبعتي ورانا نتعرف عليه. لك انا قادرة كنت عيط لك والله عيط له. ما نحن كنا تحت تأثير الصدمة، ما عرف اجا الساعة 11 12 بالليل وبطلنا نعرف شو بدنا نعمل وشو بدي ضيفه. ركضت على المطبخ جبت عصير وضيفته، بس ما قعد ربع ساعة وفل. هلا قولي لي شو قالكم؟ لك يا عمي صرت قلت لكم اياها 100 مرة. الصبي بحبها للبنت وجاي يطلب من بيها اذن تيظهر معه. رجال. ايه رجال. ليك بدي اقولي لي حلو مثل التلفزيون؟ لك ايه حلو قمر كتاف ايه طول مربعاني، بس شو جذاب جذاب. اسكتي اسكتي يا ليكي شو مرتي، بدل ما تبعتي ورانا تنتعرف عليه لازم نفحصه، بركي بشع وعم تغشينا. مش هيك يا تريز؟ ايه اكيد هيك، لازم نفحصه من فوق لتحت ومن تحت لفوق. ايه ايه ليكي بديعة وخواجة دومت قبل يطلعوا سوا؟ قال بده يفكر بالامر. ولك دخل دومت ودخل تفكيره. ليكي بديعة اذا عارض دومت بده اقبره، يتركها البنت تشوف مستقبلها، ولا فكره يجوزها لواحد مثل برهوم المرت، لا ولا واحد حلو مثله، ولا واحد ادمي مثل جورج. لكن بدي اطلع فيه منيح، انتوا اذا ما بدكم نيلة رمز الديب انا باخذه لبنت سوريا. يقصف عمرك على هالخبريه. ولك ما بنتك سوريا عمرها 13 سنه، بك شيء براسك انت؟ ايه بخليه تحت وصايتي لتكبر البنت. ايه شو فيها؟ اسمعوا يا صبايا، عندي لكم خبريه بمليون دولار. شو؟ داليدا طلعت وحده كذابه، منا غنيه مثل ما مخبره الكل، بالعكس فقيره وكثير كمان. بيا طلع موظف صغير، حذروا وين؟ وين؟ بشركة بيا. ما كنت عارفة؟ لا، شفت الصدف؟ حرام عم تتعلم عنا بالجامعة بمنحة. يعني مكذبة على رمزي ومفهمته أنها غنية. أكيد تتذكروا لما إجت لعنده بالسيارة ومع شوفير. ما قلنا إلا نخبر رمزي ونفضحها قدامه. اتركوا هالشغلة علي، المهم أنت ماريانا شو عملتي؟ تركيني طريت أغمره وغنجه لمرع امبارح. شو؟ لو ما عملت هيك كنت انفضحت وشافني رمزي. شايفك؟ لا زمطت، بس لحديت هلا ما قدرت اعرف شي جديد. كل اللي بعرفه قصة اخته وبنتها ومشكلته مع اهله. على هول اشي عرفناه. مرعي ما بيعرف اكتر من هيك. وانت سليم شو عملت مع طلال؟ خليته ينعجب فيه، وللصراحة شاب كتير حلو مثل خيو. ما تكوني حاطة عينك عليه. هلا انتو شو بدكن؟ ما بدكن نتيجة؟ انا رح وصلكن اخبار رمزي، بس انطروا طولت تعليقتي مع طلال، والهيئة مش مؤخر يتعلق فيه لدرجة انه يعزمني اليوم على الغداء. سو مضطرة استأذن منكم صبايا. بالإذن. بونجور ني. مشان تنبسطي. شو صاير معه؟ بلاش تنغرم. شو قررت خيي دومت؟ مش عارف يا فايز، أنا خايف على البنت. أنا برأيي الشاب جاي من الباب وطلب يشوفها قدامك، يعني الزلمة ناوي على الخير ونيته طيبة. امبارح تأكدت إنه بحبها. تصور انه اجى لعنا على البيت ما فرقت معه حدا، بحبها والزلمه شخصيته قويه ورجال. عشو خايف لكن؟ على البنت. الحياه مع رجال مشهور وغني وحلو مش رح تكون هينه يا فايز، ودليلة مغرومه فيه لشوشتها. انا اكيد انه رح تتعذب معه. ورح تتعذب اذا تركته، بالحالتين رح تتعذب. انا برايي ما توقف بوجهه، والا رح بتلومك كل حياتها. رح تلومك. هالعبارة هي تاني مرة بسمعها، اليوم منك ومبارح من غادة. ما بصدق. وانت شو عملتي؟ انصدمت، بس انبسطت قد الدنيا، كان عبالي بوس واخمره. وبيك شو عمل؟ كنت متوقع انه يضربه، بس للصراحة استقبله بكل تهذيب.
ايه وشو قرر بيك يعني؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه انه ما عنده وقت كتير طويل، لانه انا مش قادره ضاين كتير بلا ما اشوفه. بس انت وعدت بيك دليدا. ايه وضاينت بزياده. بفتكر انه عمو دومي قلبه طيب وما رح يقبل انه يفرق بيناتكم. ان شاء الله يا لينا ان شاء الله. بتعرفي قد انا بحبه لرمزي، واذا بي ما قبل اني ارجع اشوفه رح اضطر خيب له امله. هيدا رمزي برد او لا؟ وعدت بيك دليدا. ايه هيدا قبل ما يجي لعنا، لانه نحن هلا بحاله هدنه مؤقته ناطرين قرار بي الصارم، يعني برد. الو. بلا مقدمات وبلا حجج، مشتاق لك وبدي اشوفك. اوكي نتغدى سوا يعني؟ اوكي يعني ثلاثه بمطعمنا. اوكي يلا باي. شو اوكي اوكي اوكي؟ عايزيننا حبيبي على الغدا، انه انا معزومه لعندك على الغدا، معقول اتغدى عندك بروح اتغدى مع حبيبي؟ طبعا بتبيعيني كرماله. لك مش بس بيعك اليك، بيع الدنيا كلها كرماله. لا بنت اصل. جو؟ ليه؟ شو عم تعمل هون؟ أنا بشتغل هون، أنت شو عم تعمل هون؟ والله أنا كنت عن شاب رفيقي هون بالشركة وقلت بيجي بضيع شوية وقت. طيب جو انبسطت شفتك، أنا خلص دوامي مضطرة أمشي. إيه باصلك معي؟ على طريقة؟ لا ما علي باخد باص. ولو عيب، على طريقة عن جد؟ ما أنا معودة أروح بالباص، معلش. خايفة مني؟ أنا؟ لا بالعكس، ليه بدي اخاف؟ يلا ما بعد في شغله بدي اعملها. شو؟ بدي اجيب جاد من الجاردوري. اي ما في مشكله نجيب جاد من الجاردوري. طيب خليني اجيب اغراض. متى بتسكر الجردري؟ الساعة 6، بس أنا بجيب جاد بين 3 و3:30. إيه لك يعني فيك تتركي للستة ما بيأثر صح؟ ليه؟ ماشي، لأنه بعرف مطعم أكله كتير طيب، فشو رأيك رح نتغدى؟ لا لا عن جد ما في روح. ليه؟ لازم روح على البيت. في شي ضروري يعني؟ لا بس بنشغل بالهم. هينا تفضل. لشو؟ ودق لأمي قولي لها انك مأخرة، حرام بس ما يشغل بالها ولو كرمالها. يلا اوكي ماما خلص طيب خدي راحتك. لا لا ما رح ننطرك، يلا باي باي. مين كبت ايه؟ غادة مش جاية على الغدا. ليش؟ معزومة. اركض يا دوم وجيب الصبي من الجردري. لا هي رح تجيبه بس تخلص غدا. دخلك؟ ما قلت لي ليش حضرتك اليوم جاي بكير؟ كل نهار مش قادر اشتغل شي، راسي كان عم يشتغل. بدك بالصراحة يا دوميت؟ يعني هالشاب محترم ورجال وحلو كمان. روقي وكبديعة. لك عم بمزح معك كدوميت. كيف بدي اجي رمزي تجيب بلا ما توعوني؟ بيقولوا بونجور بالاول. بونجور بالاول، كيف بدي اجي رمزي تجيب بلا ما توعوني؟ مين قال لك انه اجى العام؟ وليد. مزبوط بيي اجى رمزي تجيب امبارح؟ ايه يا بيي مزبوط. كيف ما بتوعوني؟ كيف؟ كان بدي اشوفه. وانا كمان كان بدي اشوفه، وانا كمان. وانا كان بدي بوسه. سكتي بلا تهذيب. بلا تهذيب، مهم بوسه. سمعتك يا دوميت؟ خلص نمي. رح يجي مرة تانية؟ ما بتصور. بكرهكن، فرصة حياتي ضاعت، مستقبلي ضاع، ما رح آكل. شو عم تقول هيك بديعة؟ مثل ما سمعت لدوميت. بيناتنا يا بيي هالمرة معها حق، إنه معقول يجي رمزي ديب لعنا وما نشوفه؟ أنا كمان بطلت آكل. وأنا كمان. أحسن، بتوفروا. وأنا كمان. إن شاء الله بتضلوا هيك. هيدا غدا بكرة. اشتقت لك. انا اكثر. اذا بتعرف قد ايه انا اشتقت لك ما بتقول انا اكثر. هيك بدي اقول لك ما بترد علي؟
رمزي، لما فكرتك تركتني جنيت وبي لاحظ اني زعلانه وعم ببكي وانا اضطريت خبره كل شيء، منعني احكيك وانا ما كنت بدي اكذب عليه، بتعرف انا والكذب مش اصحاب. حبيبي انت عم جرب ما نكون اصحاب بقى، بس ما يكون في شي وحده مخبيتها هون او هون. خلصوا اكيد؟ ها ايه خلصوا، بس كذبت عليك بقصه شفار الدادي وقصر الرابيه وفيلا فاريا واهل اللي استعرناهم وهول هول، بس هول. بوعدك ما بقى كذب عليك بولا شي. انا كل شي فيكي بحبه، حتى الكذب صرت حبه من وراكي. رمزي كل العالم بتكذبوا له، هلا بدك تقنعني انه انت ما بتكذب؟ انه اوقات الواحد انه بيضطر يكذب. ايه شفت؟ شي مره كذبت علي؟ انا؟ عليك انت؟ لا ولا مره. قول ما تخاف، ما اصلا الك معي كثير وانا بسامحك دغري. ولا مره. مشان هيك بحبك، بوثق فيك، بموت فيك. أنا لازم أعتذر منك. عشو؟ لأنه اضطريت كذب عليك تما أفتح داليدا. أنا نسيت. وأنا كمان رح أنسى. غادة، أنا بعرف إنك مجوزة. بصراحة ما بعرف شو في بينك وبين جوزك، بس اللي بعرفه إنه في مشاكل كتير. بعرف رح تقولي لي ما دخلك بالموضوع، بس حابب أعرف ليش. مزبوط، ما لك دخلة بالموضوع، ما خصك. بس ليش أنت عم تسأل عن هالشي؟ لأنك بتهميني. جو غادة، ما تفهميني غلط. بعرف إنه غلط الإنسان يفوت بعلاقة مع مرة مجوزة، بس صدقيني أنت عجبتيني. لما عرفت إنك مجوزة ضربت فران، بس لما عرفت إنه في مشاكل ما قدرت. صدقيني ما قدرت ما أفكر فيك. جو أنت كل بنت بتتمنى ترتبط فيك، لأنك شاب حلو مرتب مهذب وذكي، بس أنا هلأ بوضعي مش ظابطة. أنا أخذت قرار إنه أترك جوزي، بس بعدني ما تخطيت هالشغلة. أنا في عندي ولد صغير بحاجة لإلي، وأنا أكيدة إنه بس يرجع جوزي من السفر في مشاكل كتير ناطرتني معه. أنا مني بورد فوت بأي علاقة من أي نوع هلأ. طيب أوكي، أنا فاهمك وماني جاي أضغط عليك. كل اللي جاي أطلبه منك إنه خليني وقف حدك على القليلة هالفترة ليقطعوا كل المشاكل. بعدين حبيتيني نكفي سوا، ما حبيتيني رح تشوفيني في الليل بدون ما تحسي بي ولا شي. ليك جو، عن جد أنت كنت بالصدفة حد شغلة؟ جو طيب أوكي، بوصلت له إيدي لرمزي واضطريت أعطيه ساعتين فرصة من البروفا كرمال تروح شوف دليدا وأنا أخد عني من شغلك. خلص جامعة من سنتين بشتغل ستيليست. واو، ما بحياتي تخيلت اني معقول اظهر مع ستيليست. ليه نحن عم نظهر سوا؟ ما كنت عارفة؟ يعني انه هيك عبالي. فكر بالموضوع. وانا بكفيني لهالوقت فكر بالموضوع. انت خبرني شو بتعمل بالحياة؟ انا مهندس وبشتغل بشركة هندسة. حلو، اتنيناتنا فنانين يعني. ايه أنا فنان بحسابات، أنت فنانة بلا حسابات. دخيلك، أنا فاشلة كتير بالحسابات. طب ليكي خبرينا عنك شوي. قلت لك بشتغل بالموضة، ضلي up to date يعني. عندي خي وأخت. خي عايش مع أهلي بدبي لأنه بعده صغير. أختي عمرها 20 سنة وعايشة معي وعم تدرس بالجامعة. تركت دبي كان عمري 18 وجيت أدرس بلبنان. هلا أهلي عم ينقوا علي أرجع دبي، بس أنا مبسوطة كتير بصراحة. رح أسحبهم قريباً وردهم على لبنان. لازم. خبرني أنت عنك. أنا مهندس مدني عم بشتغل بشركة هندسة، عم بجمع مصاري وخطط لأفتح مكتب الخاص كم سنة لقدام. ساكن مع أمي وبيي، عندي خي واحد مسافر. المهم بالوقت الحالي عجبتني بنت كتير حلوة ومهضومة وبلشنا نظهر سوا،
لشوف هالعلاقة لوين رح توصل. عفوقة هي كمان فنانة مثلي. المهم بالوقت الحالي عجبتني بنت كثير حلوة وبلشنا ندرس سوا. نام الصبي امي؟ كلهم ناموا ما عدا ميمي، بعدها مطمزة وعم بتبر علينا كلنا. عادي هيدي البنت ملكة النار. ايه وقلة تهذيب ومربى. مالكم؟ عم بحكي عن بنت الجيران. اتفضل. يخرب بيتك شو مفحلة. كمان سمعتها. نامي وليه؟ انت كبي لا تأخرت اليوم. جو عزمني على الغدا. جو؟ مدير أعماله لرمزي. ليه عزمك على الغدا؟ التقيت فيه بالصدفة وأصار يوصلني و... كيف تطلعي معه؟ أصار كيف أصار يا بيي؟ لا مكمشك وحدك بالقوة بالسيارة، ما أنت قبلت تطلعي معه؟ إيه قبلت، ونحن بالسيارة عزمنا على الغداء و... وتغديتي مع واحد وأنت مجوزي واحد تاني؟ روقي وكبديعة. ولما كنا على الغداء عرفت أنه مش بالصدفة كان حد شغله. يا فضيحتك يا بديعة. روقي كبديعة. يا بيي أنا إلي ثقة فيكي، أنت عقل شي عندي بالبيت. إيه عقل وحدة، أعقل وحدة وظهرت مع واحد وهي بجوزي واحد تاني، يعني على هالمعدل ميمي بتتجوز أربعة. يا ريت. نامي يا ميمي، روقي كبديعة. غدا بيي أنا مش مبسوط. بعرف بيي ولا أنا، بس أنا فهمته لجو إنه هالقصة مش واردة عندي طالما بعدني مجوزة برهوم، بس القصة صارت هيك عفوية إنه طلعي لوصلك وفي مطعم طيب بعرفه وهيك يعني. بيي قوليلي في شي بينك وبينه؟ والله يا بيي ما في شي. هلأ بحس أنه أنا بعجبه بس من ناحيتي لا. لا كان بالناقص بعد تقولي إيه. روقي وكبديعة، روقي شوي. لك شو روقي كدومت؟ روقي بلك أنا بكره الأرض اللي بيمشي عليها هيدا المرت اللي اسمه برهوم، وبدي إياها تترك اليوم قبل بكرة، وبتمنى تتجوز واحد مثل جو، مش تظهر مع واحد وهي مجوزة هيدا المرت. لا هيدا شي ما بقبل فيه أبداً. لك كدومت؟ شو بدي يقولوا عنا الناس؟ ايه شو؟ ماما انا مش عم بظهر معه. ايه؟ لك كيف مش عم تظهري معه؟ بقتل حالي؟ ايه دومت بقتل. كنت عم تتغدي معه ايه ولا لا؟ ايه. بدي احكي لك شي كلمة. بديعة خلص. ايه خلص خلص، روح ربي انت، ولك ما حدا نازع الاولاد الا مربيك. يا
عمي شو في هالصريخ؟ شو في؟ بأختك فضحتنا. غادة شو عملتي؟ مصاحبة جو ومجوزة برهوم، وأنا ما بحق لها حتى بوس. خرب ذوقك هلا. صاحبة جو؟ عزمتي على الغداء؟ جو شاب كثير مرتب. هلا هسي وين رحتي؟ وين تركتي؟ مهذب ومرتب ببيته. نحن ما عندنا بنت تظهر. أختك مجوزة. بس غادة قررت تترك برهوم. قررت وبعده قرار. أختي في عندها ولد لازم تربيه، بعدين يمكن يرجع برهوم، تغير رأيها. بيي بيني وبين برهوم كان في ولد تاني وراح. خلص انتهت علاقتي معه من لما قررت أعمل العملية. هلا القصة قصة وقت، ناطرته أنا ليرجع لتصير القصة رسمية. بس بيي هيدا ما بيعني إنك تشوفي حدا تاني. يا عمي والله ما عم شوف حدا تاني، إنه كانت صدفة بيني وبين جو، طب ما أنا بعد ما طلعت من برهوم كيف بدي أظهر مع حدا تاني؟ برافو عليكي يا بيي. نحن ما بنملك بهالدنيا إلا كرامتنا وشرفنا. ولو يا بيي ما تعطى الهم. إيه؟ ما أنا غادة ما بتعرفني؟ بعرفك يا بيي بعرفك. وأنت يا دليدة؟ أنا شو بيي؟ بعدني على وعدي، لا عم شوف رمزي ولا عم بحكي. إيه يا بيي أنا فكرت بقصتك أنت ورمزي. بليز بيي، إذا القرار اللي وصلت له عاطل ما تخبرني إياه هلأ، خبرني إياه على مراحل لحتى استوعبه شوي شوي، لأن إذا بتقلي بديكي تتركي رمزي موت. هل قد بتحبيه؟ وأكتر يا بيي. أنا ما بحب شوفك تعيسي، وكمان بخاف عليكي. أنا لا بيي لا، خلص ما تقلي القرار هلأ، ما تقوله اليوم، خليه لبكرة. قولي شي كغادة. بيي أنت كنت راضي عن برهوم وليك شو صار؟ بأقل من 3 سنين نحن رح نطلق، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير مع التاني بهالحياة. بيي كرمالي، وإذا بتحب نتعرف على رمزي قبل ما تقول لا. يا بيي رح تتعذبي معه. مستعدة أجرب، وأنا وحدة بتحمل مسؤولية قراري، بس بالأول تعرف عليه، ما تحكم دغري عليه. يا بيي ما إلي قلب أقولك لا، بس بلا بس بيي بلا بس. طيب يا دليدة راح أتعرف عليها أكثر. بحبك بيي بحبك. مرسي مرسي. بس بشرط اللي بدك إيه بصير. بدي أتعرف على كل تحركاتكم. أوكي بدي يجي لهون لأتعرف عليها أكثر. أكيد بدي أعرف كل شاردي ووردي. أنت أحسن بي بالدنيا كلها. ياه بس دق لي رمزي وخبره شو رح يكون مبسوط اليوم على الغدا. سألني وقلت له لا بعد ما فكر. يس غدا مش بعد قايله لا شفته ولا حكيت معه. غدا بتقومي تقولي عبس ده انا بالكلب عمره ما بيجلس. انا خدت ايه من الدنيا دي؟ صحاب كتير أحباب شوية أمسح دموع تنزل دموع تحرق عينيا. لو عمري كنت ولو بكلمة برضى بأهله بقول دينامة دينامة ولا كلب لأمك عيش حرام يا حرام. دليدا دليدا ايه حبيبي؟ هاي مش مصدق بيي قبل، مش مصدق. عم تتورط يا رمزي. دليدا لازم تعرف عن امال، لازم تخبرها. رح احكي امال اول شيء، هذا اللي بيهمني، وانهي هالموضوع كله بيني وبينه. طب ونور؟ نور ما في شيء بتغير عليها، يعني عم شوفها مرتين بالجمعة هلا، ضل شوفها مرتين بالجمعة بعد ما ضل ليها. هالقد قصة جدية مع دليدا؟ بحبها جو، بحبها من قلبي. شو عم بمزح أنا؟ عفوا، عزمتها بكرة وعزمت أهلها على السهرة، عن جد بدي إياك تهتم فيهم كرمالي. إيه ومنحطهم على راسنا كمان، بس مش كرمال دليدا، كرمال غادة.
كرمال غادة بس اهتم فيهم. سارة؟ جو؟ هاي. هاي كيفك؟ منيح، شو عم تعملي هون؟ عرفت إنه الليلة في سهرة لرمزي وقلت لإجي أحجز. صدقت؟ عم بمزح معك، بس توقعت إنك رح تجي من الصبح تتشرف على التحضيرات، فقلت إجي شوفك لأن بدي خبرك شي. شوفي، سمعت إنه رمزي عم يظهر مع بنت. صراحة سارة ما بعرف. ما بتعرف؟ كيف ما بتعرف وانت بتضل لازق فيه ليل نهار؟ ايه صح، بس ما لأنا عم حضر للحفلة إلي شي 4 أيام مش عم شوف. جو، ما في لزوم انه تنكر، بعرف كل شي وحتى اسمها دليدا. نعم؟ كيف عرفتي؟ بالصدفة من حدا. المهم اكيد عم تسأل حالك ليش جيت تشوفك، بس تأكد انه رمزي امره بطل يعني لي وما تفكر اني غيرانة، بس ما بنسى الايام الحلوة اللي عشتها معه، فمشان هيك ما بحب حدا يأذي. نعم؟ مين بده يأذي؟ مثل ما عرفت البنت اللي عم يحكي معها دليدا، وكمان عرفت عنها أشياء ما كتير منيحة. مثل شو؟ مثل إنها كذابة مثلاً؟ من الآخر سارة شو بدك؟ بدي إنه توصل له لرمزي إنه هالبنت عم تضحك عليه وإنها منا غنية مثل ما مفكرها. لمين قالك رمزي فكرها غنية؟ دليدا حلوة وذكية وبيا موظف كتير صغير وهذا الشيء مش عيب. رمزي بيعرف كل شيء عنها وعن بيتها وعن أصحابها ووين قاعدة. بصراحة القصص المادية ما بتهم. أنا بعرف قتليني همه لأنك بتعزي، ما تعتلي هم صرصور. رمزي بيعرف مصلحته كتير منيح. خبرتين بالدنيا خير. اول خبريه انه بي قبل انه اظهر مع رمزي. والله شو يعني رح يرجع يجي على البيت؟ اكيد. والثانيه انه الليله عزمنا كلنا على حفلته. مش مستحلة غير إرادة؟ أعطيني إياها. خدها. Thank you.
في بالميدان الا حديدان. يا وليد كيف ملاقي بيك؟ تمام. وليد؟ ايه؟ واو شو هالجمال كله؟ كيف لقيتني حلوة؟ أحلى من بناتك. برام كيف؟ قمر يا بيي. واو وأنا؟ قمر. وأنا؟ قمرين يا بيي. والله شو وأنا؟ بدر. وأنا؟ كيف مبينة؟ قمر المضوي أنت يا بيي. حبيبي وصلتي جاد عند تيريز؟ إيه ماما ما تعطليها. شو رايكم نخفف غزل ونمشي؟ ايه ايه يلا 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 الحقوني. موظف انها فقيرة لك عارف وين بيتها كمان. معقول؟ مثل ما عم خبركم ما استفدنا بشي. انتو ما استفدتوا بس انا استفدت بشي. كيف؟ امبارح كنت مع طلال واكتشفت شي كتير مهم. وساكتي؟ قولي شو اكتشفتي؟ انه طلال عنده خي واحد. ايه؟ شو ايه؟ هيدا هو الاكتشاف. هيدا هو الاكتشاف؟ انه ايه؟ طلال عنده خي واحد. نحن عارفين انه عنده خي واحد. خي واحد؟ صح كمشتيها. كمشت شو؟ كمشت انه طلال عنده خي واحد. يعني امال ما انا اخته. امال مش اخته؟ اذا امال مش اخته مين معقول تكون؟ هيدا اللي لازم نعرفه.